اللحظة الأكثر أهمية في السباق إلى البيت الأبيض تقترب، ساعات فقط وستتوجه أعين الأمريكيين إلى هنا، المنصة التي ستجمع أول لقاء شخصي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس. This is going to be the president. This is going to be the president of our country. I don't think so. قواعد صارمة ستضبط مجريات المناظرة الرئاسية المرتقبة، ستنظمها شبكة ABC التلفزيونية لمدة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية، ولن يكون هناك جمهور في الغرفة. سيتولى ديفيد ميور ولينسي ديفيس مقدما برنامج ABC World News Tonight إدارة المناظرة، ولن يضطر المذيعان إلى التعامل مع مرشحين يقاطع أحدهما الآخر، لأن الميكروفونات ستكون مغلقة عندما لا يتحدث أي منهما. ومن أبرز قواعد المناظرة أيضاً أن المرشحين سيقفان خلف المنصات خلال المناظرة كل الوقت، لن يكون بحوزتهما سوى قلم ودفتر ملاحظات وزجاجة ماء، ولا يمكنهما التفاعل مع موظفي الحملة أثناء الفواصل الإعلانية، ولا يسمح لأي منهما بالابتعاد عن المنصة. مديرا المناظرة سيمنحان دقيقتين لكل مرشح للإجابة عن كل سؤال ودقيقتين للرد، وستكون هناك دقيقة أخرى لتقديم إيضاحات أو متابعة إجابة عن سؤال. أيضاً سيمنح كل مرشح دقيقتين لإلقاء كلمة ختامية في نهاية المناظرة.